بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم. اللي قدامكم السؤال رقم 34 في التوقعات الديناميكا. السؤال بيقول: وضع جسم كتلته 120 جرام على مستوى خشن يميل على الأفق بزاوية جبهة 4/5، آدي المستوى المائل اللي بيميل على الأفق بزاوية جبهة 4/5، لو اعتبرنا دي هاء مثلا، وادي الجسم موضوع على مستوى مائل خشن، طبعا هنا نعمل بقى ايه المثلث بتاعنا، ادي الهاء قائم، طبعا جبهة يبقى جا يعني مقابل، والوتر يبقى هنا مجاور 3. الجسم طبعا كتلته 120، 120 في 980 او 120 دال مثلا، على اعتبار ان الدال هتبقى على حسب القيمة بتاعتها يعني. تمام، طبعا هنا في رد الفعل اهوت، رد الفعل هنا هيبقى راء زي ما انتم عارفين. طبعا هنا هاء، هتبقى هنا هاء، طبعا هتبقى هنا كاف دال اللي هو 120 دال، 120 دال جتا هاء، ويبقى هنا 120 دال جا هاء. وطبعا ما ننساش ان ادي الجسم، الجسم اتربط بخيط خفيف، ادي الخيط الخفيف اللي بيمر على بكرة ملساء اهيت في القمة، تمام، قمة المستوى، ويتدلى من الطرف الاخر جسم كتلته، وادي الطرف الاخر اهو بيتدلى منه جسم كتلته 160 جرام. فإذا تحركت المجموعة من السكون وهبطت الكتلة 160 دي هتهبط مسافة 49 سنتي في قد ايه؟ في نون واحد ثانية. فإن معامل الاحتكاك الحركي بين الجسم والمستوى، وهنا اتكلم عن معامل الاحتكاك الحركي بين الجسم والمستوى اللي هو الميم كاف. الميم كاف راء هيبقى ايه؟ هنا الميم كاف راء هو معامل الاحتكاك الحركي اللي هو ميم كاف، بس انت عارف ان طبعا هنا فيه مقاومة اللي هي الميم كاف راء. بس طب هنا في ايه؟ هنا طبعا في شد، هنا في شد. طيب احنا نبدأ نحل ازاي بقى عشان نبقى فاهمين. اول حاجة احنا ال 160 جرام حصل انه تحرك لتحت مسافة 49 سنتي في زمن قدر واحد ثانية. فانا عندي قانون بيقول ان الفاء بتساوي لعن صفر نون زائد النص جيم نون تربيع. الفاء 49، العن صفر تحرك من سكون، وادي النص، وادي الجيم، والنون بكام؟ بواحد ثانية كل تربيع. هيبقى هتطلع العجلة ب 98 سنتي على الثانية تربيع. كده انا جبت العجلة اللي اتحركت بيها الايه؟ المجموعة. طيب بعد ما جبت العجلة يلا بقى نجيب معادلة الايه؟ معادلة الحركة. معادلة الحركة للكتلة 160 جرام. يلا نجيب معادلة الحركة. هيبقى ال 160 في 980 ناقص الشين، تمام، بتساوي 160 في جيم، والجيم انا مطلعها بكام؟ ب 98. 160 في 980 ناقص الشين يساوي 160 في 98. كده انا عايز اطلع الشين بكام؟ هتطلع الشين بالآلة الحاسبة 141,120. طبعا داين على اساس ان ده جرام وسنتي يبقى داين. تمام، انا كده جبت الشد. طب ما تيجي بقى نشوف معدل الحركة للكتلة 120. معدل الحركة للكتلة
120 جرام، هتبقى ايه؟ الشين ناقص المية وعشرين دال جهاء ناقص الميم كاف راء يساوي الايه؟ المية وعشرين او كاف جيم، يعني كاف جيم. طيب احنا هنا عايزين نجيب الراء، لان شايف هنا ميم كاف راء. طب ما تجيب لي الراء الاول، الراء ب 120 في 980 في جتا هاء اللي هو 3 على كام؟ على 5. هتطلع الراء بكام؟ هتطلع الراء بكام؟ تعالى كده نحسبها بالحاسبه، 120 في 980 في 3 على 5، تمام؟ او حتى نحطها هنا، يعني ممكن يعني مثلا لو قلنا على 5 في 1، 5 في 2 24، هتبقى 3 في 24 ب 72 في 980. تعال بقى نعوض بقى هنا، هنشيلها الشين هنشيلها ونحط 141120 ناقص 120 في 980 في الجهة اللي هو بكام؟ 3 4 على 5 ناقص الراء بقى اللي انا جبتها اللي هي 72 في 980 ميم كاف، تمام كده، بيساوي كاف ج اللي هو 120 في 98، لان العجله دي عجله المجموعه يا جماعه، العجله دي عجله المجموعه اللي احنا جبناها في الاول، 120 دي الكتله 120. طيب كده انا عندي كم مجهول؟ هو مجهول واحد اللي هو الميم كاف. كده انا اطلع الميم كاف بسهوله جدا بالآلة الحاسبه، تطلع الميم كاف بنص، يبقى الاجابه هتبقى نص. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا طريقه حل السؤال، واستنوني في السؤال القادم في التوقعات.